بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خلق آدم من تراب ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل إبراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بمعجزات تبهر الورى، وأرسل عيسى بالآيات لأولي النهى، وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى. وبعد، دعيني بداية أؤكد للجميع أن من يسمعني لابد أن يعي كلامي جيدا النهاردة بالذات، وفي الإجابة على السؤال ده ما ينفعش تاخد حاجة وتسيب حاجة. عانينا مرارا وتكرارا أن الناس تاخد بعض الكلام والبعض يفهمه على هوا. قضية السحر قضية موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الإيمان بها واجب ولا يجوز إنكارها. قضية التوسع في السحر قضية كبيرة جدا لازم نقف عندها. يعني ايه؟ يعني احنا لابد ان يكون عندنا العقيدة المكونة داخلنا ان ربنا قال لنا كده في القرآن: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ونعم بالله. دي عقيدة لابد ان نبنيها داخلنا. الامر الثالث، السحر له أعراضه وأسبابه. يعني إيه؟ يعني كفاية دجل على الناس وكفاية لعب بالناس. إحنا على فكرة قضية السحر النهاردة تالت قضية على مستوى العالم تجيب فلوس من التجارات غير المشروعة بعد المخدرات بقوا بيعملوا لها إعلانات. فأنا بقول للناس كلها كده. ومرة من المرات كنت في أحد القنوات قبل ما يعني أكون لقناة النهار، فقابلت إحدى السيدات اللي هي كانت تعمل إعلانات خطيرة جدا، فبتشتكي لي إن هي انفصلت عن زوجها. فأنا انهمرت في ضحك شديد جدا، فبتقول لي: أنت بتضحك عليها. قلت لها: ما فيش حاجة. قلت لها: أصل يعني أنت عمالة تقولي عودة الحبيب وعودة الخطيب، وما أنت ما عرفتيش تفيدي نفسك. طب أنت ما كنتيش خليتيه جنبك ليه؟ فيعني أرجو إن ما يضحكش علينا، وأرجو إن إحنا نقف كده عند نفسنا. حضرتك أظن وأنت جاية بتشتكي من الصداع مش كده؟ وتساقط الشعر ووجع في ظهرك وتنميل في رجليكي، ده كلها أعراض للناس كلها. يعني أنا مش عارف، أنت طلعتني مش نافع بثلاثة تعريف. أي حد فينا كده لما بنروح المصيف ما بنشتكيش ليه؟ لما بتبقى الحالة النفسية حلوة ما بنشتكيش ليه؟ دي روتين حياة ضحى هموم ومشاكل وانشغال بال. فعشان كده ما نربطش كل حاجة بالسحر. سريعا نروح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سحر؟ النبي سحر، ثابت ده في البخاري ومسلم وما فيهوش كلام. يعني ده حديث صحيح؟ نعم. إنما هقول لك بقى على حاجة العجيب بقى. مين اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ راجل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم. اسمه لبيد ابن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ خد الآلة المشط اللي النبي بيسرح بيه شعره، وخد بعض من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وخد حاجة اسمه ذكر النخل أو غشاء كده بيتحط بيبقى على النخل الذكر والأنثى بتاع النخل، فحطه وحطه في بئر. طيب هو كان عايز ايه؟ ما لسه كنت هقول لحضرتك، غرض السحر هو كان بيسحر النبي ليه؟ هو عايز النبي يزيده وينقصه في الشرع، ويبقى كده اختلت العصمة وضاعت النبوة. طب فين الإعجاز؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ما حماش النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ خلينا عليه أفضل الصلاة والسلام نروح لفاصل ونقول ليه. حاضر مشاهدينا، فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.